أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني من السيرة النبوية. احنا وانتوما متفقين في هذا البرنامج، فياك نستفادوا ونتعلموا ونطبقوا ونعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بنت خويلد وكان عمرها 45 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عمره هو 25 سنة، هو صلى الله عليه وسلم في مقتبل العمر وريعان الشباب وزهرته، وهي رضي الله عنها وأرضها كانت تاجرة وكانت في مكان علي من قومها ذات حسب ونسب وشرف. إن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها حتى ماتت، أولاده كاملين يوني، بناته الأربع وأولاده الأربع كلهم، أمهم خديجة ما عدا إبراهيم، أم ماري القبطية رضي الله عنها وأرضاها. سبب تعرفها على النبي صلى الله عليه وسلم أن هي كانت تاجرة وكانت تبحث عن أكثر حد صدق ووفاء وأمانة مشينا في تجارتها، وسمعت وشافت وانقال لها وتواترت الأخبار أن مكة المكرمة اللي فيها من الأمانة والصدق والوفاء اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مشات له عنها تبغيه يمشي في تجارته، واستأذن عمه أبو طالب صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن عمه أبو طالب وأذن له أن يمشي في تجارته، ومشى معاه غلامها ميسرة، وعادت تظله الغمامة في المسير حين اشتداد الحر في الهجير، ورجع بنوع من الربح خديجة لم تره من قبل، لا قد شافته شو من الدراهم والدنانير ما يوفى، وشو من الأرباح الطائلة اللي ما لها لعد به. لذلك لما رأت فيه أمارات الرجولة والصدق والمروءة والوفاء والكرم وشيم الخصال العظيمة أحبته ودعته أن يتزوج بها، فخطبته إلى أهله وزوجه منها عمه أبو طالب. لأن توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عقب حادث شعب اللي ذكرنا في حلقة ماضية، كان ذاك عامل حزن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد المؤنس خديجة وفقد الحامي والمدافع وهو أبا طالب، كان ذلك عامل حزن، وخرجت الإسراء والمعراج وخرجت الهجرة عقب ذاك بسنة. لأن توفيت كان دائما يتذكر أيامه ويحن إليها ويشتاق ويذكرها بالخير، حتى أن من كثرة ذكر لها غارت أم المؤمنين عائشة منها رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي أخت الخديجة ينقال لها هالة بنت خويلد، النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات استأذنت عليه امرأة، طرقت الباب وسمع صوتها، سمع صوتها قال اللهم هالة، الصوت يشبه خديجة، يشبه صوت خديجة، في قفاه صوت خديجة، قال اللهم هالة يعني اللهم اجعلها هالة، لأنه يحبها لأنها أخت خديجة، ويقول كانت تأتينا زمن خديجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقسمها بين صويحبات خديجة بنت خويلد، وكان يقول إني رزقت حبها، فصلى الله على رسوله ورضي الله عنه من المؤمنين خديجة، أي شرف نالته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء والكرم وهذه الشيم العظيمة يعلمنا ونستفاد منه عن درس كبير في الوفاء بالعهد وفي الحفاظ على الود، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن العهد من الإيمان، ونحن نقوله في المثل اللي ما يقر فيه الخير حرامي، والله يقول جل جلاله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهي رضي الله عنها خديجة خويلد آسته بمالها وعاشت معه أفراحه وأتراحه وكانت معه في السراء والضراء رضي الله عنها وأرضاه. الحياة الزوجية دي اللي عندنا فيها ياسر من التبعات والمسؤوليات والمتاعب، ولابد فياك تنجح بيوتات المسلمين وتستقر بقدر كبير من التعامل بالروح الأخوية والود. وفي زمن النخاسة الإعلامية، سمحوا لي للمصطلح، لابد لنا من نتعلم دروس الوفاء والمحبة والإكرام واللطف والطيبة من المعلم الأكبر صلى الله عليه وسلم. وذا الزمن تجد بعض الرجال واحد يلود لزوجة ويبحث عن شريكة حياته، دائما يدورها تعود في المواصفات اللي يراها في شاشة جواله وشاشة تلفازه، ويبعد من المعادلة المعاني التربوية والقيمة والمعنى والمعدن الطيب والتدين والأخلاق، وهذا لا ينبغي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاغفر بذات الدين تربت يداك، أرجو الله أن لا ترب يدانا أو أيديكم، سأل الله يوفقنا وإياكم في ذلكم الخيار، ذلك خيار مصيري، فكونوا على بال وطرحوا وقولوا عن الشارع حمراء، وكونوا على بال واختاروا ذات الدين واغفروا بها، واستودعوا الله، استودعوا الله
اختياراتكم، عدوا الاستخارة وكونوا بخير. نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلقة في برنامجنا هذا. ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.